تحياتي مؤشر تاسي والسوق السعودي وماذا نرى له؟ مؤشر تاسي احنا في النطاق، واعتقد ان ده منطقة عرض جيدة جدا عند مستويات ال 11800 الى مناطق ال 11675، واعتقد ان كسره ساذج بينا الى منطقة ال 11400 الى 11350، واعتقد ان جني الارباح من المستوى الحالي مستوى جيد جدا يجني الارباح، وننتظر الاسعار مره اخرى لو احترمت المنطقه دي اللي عند 11400 ل 11350، فندخل مره تانية. في حاله ما حافظتش الاسعار على المناطق دي، هيبقى المناطق دي اللي هنروح لها 11000 والى 11970، ولو فشلنا في الحفاظ على المنطقه دي فاعتقد هيبقى في انعكاس واضح في السعر، ولكني اعتقد ان للمؤشر مزيد من الصعود. ولو رحنا على فيلم اسبوع احنا كنا رحنا اخر مره، فما زلت اتوقع له مزيد من الصعود، خصوصا ان التصحيح بنيه التصحيح بتاعته مكتمله. يعني ده بنيه التصحيح بتاعته اهي A B C، فدي بنيه التصحيح مكتمله، فممكن الاقرب ان احنا ننزل نعيد اختبار المنطقة دي تاني اللي هي 11000 الى 11000 الى 10970 قبل معاودة الصعود. ولكن احنا بنقول ان ممكن الاسعار توصل لعند المنطقة دي اللي احنا محددينها في النص، اللي هي منطقة الطلب الجيد دي 11400، وتستقر فيها الاسعار وتمتد صعودا مرة اخرى. في حالة ما حافظناش على المنطقة دي اقول احنا ننزل نعيد اختبار المنطقة دي، وبالتوفيق.